5 4 3 2 1 يلا يا استاذ قول يا حاج. انا عايز اخلص هتخلصوا البرنامج ده ولا انت زودتيها برضو بالكلام ده؟ انا مش عاوز اصور معاكم اصلا. اخر حاجه دي يا استاذ ولا حد هيجيب لك حد تاني؟ انا راجل صعيدي ودمي حامي لا مؤاخذه. انتوا اللي البرنامج بتاعكم كل شويه بيحكي حاجات دم وجراحه حرامي زيك. انت حرام فضل برات استوديو مش همشي لما اشوف فضل برات استوديو معلش يلا يا جماعه عايز امشي انت بقيت عماله ولا الشله بتاعتك المنيله دي انا صايع كانه ماتش لا لا والله عندي شغل وربنا يخليك لا وسمح بقول لك ايه أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم لا تفهمونا غلط. بحلقة اليوم فريق العمل استضافوا الفنانة المصرية عايدة فهمي. الفنانة عايدة فهمي لما دخلت على المعهد العالي للفنون المسرحية كانت مفكرة أنه من أول ما حتتخرج حتصير نجمة، وهذا الشيء أصابها بالإحباط بعد الشيء لأنه تأخر. وبتقول كمان أنه أجمل ذكرياتها كانت أيام الدراسة وأنه ما ممكن تنسى أصدقاء أو زملاء. أما على الصعيد الشخصي فهي إنسانة بنت بلد وقدعة وما ممكن تسكت على الغلط ولو على قطع راسها. ومن هون كان مدخلنا لحلقة اليوم. تعالوا نتابع مع بعض شو اللي صار مع الفنانة عايدة فهمي. احنا حابين ان كل اصحابنا وزمايلنا يشتغلوا معانا. يعني مين دول؟ يعني احنا هلا هذا البرنامج اللي احنا عم نعمله اتفقت انا ووائل وحامد انه نحن نشتغله لحالنا. ف اكيد نحن لانه امكانياتنا المادية ما رح تساعدنا فبنجيب رفقاتنا يعني. فانت كنتي اول ضيفة يعني. ف يعني ساعدونا يعني. لا اكيد ما رح ندفع يعني. لا لا بس انه رفقاتنا بيساعدونا يعني. انت شربتي حاجة ساقعة؟ حلوة قوي كده. ادفع. لا بجد يعني عايزين فلوس ولا ايه؟ لا 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 تسلم عيني. لا والله مو هيك بس يعني. لا بس هو قلبي يعني مخرج بس يعني تجربة جديدة لنا نحن الثلاثة. لا اصل البكائية اللي بصوت حامد بتحسسني ان في ازمة. سببها قديمة. ليش بقى؟ بتقهرني. انا عم بقهرك. ايوه بتقهرني. تقهر 10 مثلي. انا؟ يا اخي دمه خفيف مو بايده على فكرة. حلو ده. تشتغل معانا في افلام الكرتون والدوبلاج. طب ايه تاني؟ بتعمل ايه تاني غير بتعمل ايه تاني غير كده؟ هلا شوفي شغله غير انه انا عم بشتغل هلا هون بهذا البرنامج وانه مذيعه وكذا بس انا كثير حاطه ببالي اني فوت هون على معهد الفنون المسرحيه. انتي؟ اي والله يا شيخ بجد؟ اي يعني انا ما دخلته بالشام بس هلا هون كثير عم تخطر ببالي الفكره ف يعني شو لازم اعمل انا او شو لازم بساوي؟ اولا بتقولي لغه عربيه كويس؟ طبعا اي طبعا ما اشتغلت انا مسلسلات تاريخيه والله. مثلتي يعني؟ طبعا مثلت. ايه مثلت بس لا يعني انه هلا بالشام انه اجتني الفرصه ودخلت هيك من دون ما ادخل على المعهد. بس انا كثير حابه اني ادخل هون على المعهد يعني بتعرفي هون بيصير الواحد له غير صفه يعني انه خريج المعهد هون طبعا ليها برضه وضعها يعني. ايه انت لو عايزه تقدمي انا هعمل لك المشاهد. انا هختار لك مشاهد ليكي بالتحديد بس لا قولي لي شو كان شعورك بقى انت عم تمثلي هدول المشاهد؟ كنتي خايفة مرعوبة ولا شو؟ خايفة طبعا جدا. كنت خايفة جدا والموضوع مختلف. اولا انا بمثل في قاعة مش على خشبة مسرح كبيرة زي اللي انا حضرتها في اسكندرية او اللي انا مثلت عليها. في قاعة قدام مثلا
15 عطويل من عتاولة المسرح في مصر. فطبعا حاجة يعني موتتني يعني. بس طلعت ومثلت، عكيت شوية في اللغة العربية، بس كان شكلي يجي مني. فانتي لو دخلتي اوعدك ان انتي هتبقي نجمة بعد بكرة، بس بلاش حامد يروح معاك. طيب احكي لي بقى قصص المعهد، يعني عايزة ايه؟ مودي. يعني مثلا انه رافقتي حدا، حبيتي حدا من طرف واحد، صارت معك قصة حب مثلا غير حامد يعني؟ لا لا شيلك من حامد بالمرة يعني، ما هو عارف شوفه دلوقتي، بس شيلك من حامد بس بالمرة. شوفي بس ايه الشعاع بتاع النضارة عامل ايه؟ يا سلام، ما بالك لو قلعت النضارة؟ لا دخيلك لا. لا احساسك كمان يوم النتيجة بقى لما لقيت نفسك نجحت. لا لا ليه كده؟ ليه كده؟ لا بجد والله ما بلاش تدخل في سكك النتيجة دي، الا بعدين حزعل قوي. ليه مش نجحتي؟ هتعب بقى وكده. مش نجحتي ودخلت المعهد؟ الحمد لله. كنت فرحانة؟ هي بتتكلم في موضوع تاني خالص غير النتيجة. مش بتتكلم في النتيجة؟ لا لا انا عم بحكي عن قصص الحب بقى، بدي اعرف. شفت نتيجة ايه بقى؟ معلش الحب جميل يعني انه انتم خاطبين اثنين الله يتم عليكم، انا بدي اشوف حياتي بقى انا وعايدة يعني. مخطوبين؟ لا بس انت عسل يا ديما. شكرا. بجد انا خطيبتك ايه بقى؟ بتدرس؟ خطيبتي مش بتدرس، خلصت دراسة، بس مشكلتها انا. مشكلتها انا يعني. عشان انا مذيع وكده. خواجايا هي؟ لا مش خواجايا، بس هي لا انا شايفه اصلي بنوته جميله كده خواجايا وانا داخله. خواجايا. لا انا خطيبتي بقى بنت بلد قوي يعني. والله ملهاش بقى في جو الخواجات بتاعت حامد ده، جو ستايل تاني خالص كده. ليه واحده بقى يعني الواحد يخطبها عشان الجواز، اللي تقعد في البيت تربي العيال، تغسل، تطبخ، الكلام ده. بس اسمع الكلام ده. لا معقوله انت كل هالثقافه عساس ومخرج وكذا وتتجوز هيك وحده؟ يعني واحده دي تتحط في البيت جنب الكرسي وجنب الحاجات دي كده. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا 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 عندي شغل، عندي كيف بيحكوا عن النسوان؟ بس لا لا. طب انا اقول لك حاجه، انت عارفه ايه كل اقول لك بس حاجه، انت عارفه ايه كل اللي بتتكلم فيه؟ ايه بقى نفسها في ايه؟ نفسي اعمل كرانيش في السقف. ده كل طموحاتها كلها. اول انت هتعمل الحمام نصه سيراميك؟ لا كمله الاخر، كمله الاخر، نفسي كله. وهي مثلا يعني ده حصل اول مره تشوف السيراميك دوه. حصل معايا في العيال. شو الله جابرك انت اللي بتخطب هيك وحده؟ حصل. دي بقى اللي تعرف تربي العيال، دي دي تربي العيال كويس. الواد من يعني انت كمان هذا طموحك تتجوز وتجيب اولاد تحط لي مرتك تمسح وتطبخ؟ لا هي غير كده بتحبني قوي يا ديما. واذا بتحبك طيب بتثق فيا جدا يعني. انا مثلا بنزل في اي وقت، باجي في اي وقت، ما بتغيرش عليا، واثقه فيا وعارفه انا بعمل ايه وبتحبني. هي بقى طيبه وغلبانه، طموحها إيه قرانيش يعني والكلام ده. طب ما بدك واحد طيب، ما هذا حكينا. لا طب ما الثقافه، ما انا ممكن اثقفها يعني، اخد اعمل ايه بالمثقفه يعني. طب نو بدك وحده تقعد تتفاهم انت وياها تحكي. طب ما دي بعرف اتفاهم معاها، ده انا ببص لها بتفهم انا عايز ايه من غير ما انا بالظبط كده. يعني انا معايا كده كاسه مي ولا بتعمل لك كاسه؟ بتشرب لو بصيت لها كده مع هذا لا لا صدقيني في بنات كده معيارة مع خطيبتي برضو كده. هي يعني صعب تتكلم كتير يعني، صعب ان هي تتكلم عربي يعني، تتكلم عربي مكسر. بس من نظره يعني اعمل كده على طول تبقى عارفه انا بعمل ايه من نظره. بس انت شيك قوي. لا اسمعي بقى الغنيه هلا لي وائل بيغني لك، غني لها. لا اغنيها لك انت يا ديما. شكرا. انت مالك يا ديما؟ اسوجا النهارده اموره قوي. شكرا بجد والله. عامله ايه؟ يلا الحمد لله. أخبارك؟ طب غني. اجت وردي. ايوه سعيدي سعيدي اهلا بوردي سهره يا سعيد. سهريه كم مره اعلمك؟ سهري سعيدي عيدي يا وردي تيري تيري ري 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 ما بيصير امشي هلا كرمال الموجودين. صح؟ كمدور. ازيك يا سواق؟ اهلا اهلا. ازيك يا سلمى؟ لا مش كده. بتعمل ايه؟ مش كده يا وائل. اهلا بسلمى. اجت سلمى. اجت سلمى. سلمى في ايه يا اخويا مال؟ ايه يا حبيبي عامل ايه؟ كنت بتعمل ايه؟ كان عم يغني. بعدين ما انت عندك حريم اهو. ايه ده حريم؟ يا اخويا ما انت عندك حريم اهو. امال بتضحك عليا ليه يا اخويا وبتقول لي ان انا بشتغل في وسط رجال؟ طب ما كلهم دول زي اخواتي. دي الاستاذه عايده. انا متلو النبي زي اخواتك وبتغني لهم؟ نغني. امال ما بتغنيليش ليه يا اخويا في البيت وتخرجي باسمي وتيجي باسمي؟ انت فاكر نفسك ايه يا سواق؟ انتوا مش لسه مخطوبين؟ لا ما هقول لحضرتك على حاجه بقى يا ست هاب. اسس الاستاذ ما قعدني في البيت ومفهمني انه بيشتغل مع رجاله. ما انا ما اعرفش انه بيقعد يتدلع كده قدام الناس. يا سلمى في ايه؟ انت نسيت اصلك ولا ايه؟ انت جيت هنا ليه اساسا؟ ايه اللي جاتي ليه وبتتكلمي كده؟ كنت جاي استاذنك، مش عارفه انك بتعمل كده يا اخويا. بعمل ايه؟ مش بشتغل. بتشتغل؟ اتجننتي؟ هو الشغل بتعمل بيه كده ولا ايه؟ لا ايه ايه يا وائل؟ وائل وائل لا 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 تعالى تعالى يا وائل. وائل بص يا ست، ده انا اللي منظفاه وعاملاه وبعمل لك كل حاجه، وانت يمكن تبقى راجل تسترني، لكن ده ما ينفعش.
خلاص ما تفرضش نفسك قدام الناس يا انيسه سلمى، احنا بنتكلم عن المعهد وال... يا ست ونبي انت ما تعالي طبعا تعالي اتفضلي تعالي عادي حبيبتي عادي. بصي انت عارفاني الاول اه بطلع في التلفزيون احيانا التلفزيون اه على طول. والله انت نورتينا يا مدام اخويا متشكرين وربنا. ايه الازمه اللي حصلت دي يا جماعه؟ احنا اسفين جدا. طب انا هقول لحضرتك على حاجه، انا كنت جايه له عشان اقول له ان انا تعبانه، بس انا كنت عند الدكتور النهارده وقال لي يعني ولا مؤاخذه ان انا يعني ايه يعني حامل يعني. ايه نورتينا يا مدام. يا ربي يخليك. ايه ده انتوا مش بتقولوا مخطوبين لسه؟ لا لا مخطوبين؟ لا يا حبيبتي مين قال؟ ده انا مرات. اخص عليك دي مراتي. طب لا ايه امال ايه يا وائل؟ يبقى انت فعلا ليها حق بقى اللي بتعمله فيك. شفتي بقى كداب ولا مش كداب؟ والله العظيم بجد ليها حق اللي بتعمله فيك. لا في شيء مو طبيعي. ويقول لك ايه بقى؟ شفتي انا عندي حق ولا ما عنديش حق؟ انت حامل الدكتور قال لك بيقول لك طلباتك كتيره، عايزه كرانيش، يقول لي عايزه تعمل كورنيش في السقف. مين اللي انت عايزه تعملي كورنيش في السقف وتبيع عليه دوره؟ مش يقول بيقول حاجه غير اه انا بتقول عليا كده؟ مش انت اللي كنت عايز تسرح بالدوره يا اه يا حبيبتي انا اللي كنت. لا لا بصي وحش عليك صح والله وحش عليك. اللي كان نفسي في الحرنكش وربنا حرام عليك حرام عليك حرنكش دلوقتي يعني اديك الواد تطلع في عينيه حرنكشه الواد تطلع في عينيه حرنكشه مش كفايه وطلع لها ورا يا حبيبي اجيب حرنكش يا بابا ني. طب يلا روح بقى. طيب يلا امي بقى. لا روحت الاول إيه؟ بقى عشان ما تبذليش مجهود حاجه زباله كده انت جاي من عند الدكتور عارف. طب تعالى معايا يلا هوصلك حاجه زي الفرخه طيب. كده يلا على مهلك. اسمها اقول لك على مهلك إيه؟ واحده واحده على اقل من مهلك. على باي باص على مهلك. مبروك عليك على مهلك على اقل من مهلك. بالراحه بقى خلاص. وعلى فكره على فكره بيقول لي عايزه تجيب عربيه للواد تبيع فيها بيبس. يا حامد في ايه؟ مش وقته بقى يا حامد. بقى خلصنا انت التاني بقى. يلا معاك يلا يا اختي على مالك. يلا مع سلامة يا حرنكش. على الاقل من مالك حرنكش ده بقى ايه؟ عبارة عن حاجة زي الفاكهة كده صغنطوطة كده اسمها بيسموها هنا الاسم الشعبي الست المستخبية. في مثل بيقول لك ايه؟ اذبح لها القطه اللي هو على طول من الاول موقف حصل طق على طول وخلص. برافو عليك برافو عليك وخلص طبعا. صح ولا ايه؟ عسل يا عسل انت يا عسل. اهلا وسهلا. هلو كلمي يا هلو اهي خطيبته ايه يا حامد؟ نعم يا ما روحتش لبابي ليه النهارده؟ ما انا هخلص واروح له على طول. لا لازم تروح له دلوقتي وهو عاوز. ما عليك مصيبه كتير. هو عاوزك عشان تشتري له شويه حاجات. اشتري له ايه؟ اجيب له ايه؟ امبارح قال تروح انت والسواق للسوق كان طالب شويه. طب اتفضلي يا يارا ده احنا عايزينك. اتفضلي تعالي 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 نور عادي. اتفضلي اتفضلي عادي اتفضلي. اروح اجيب له ايه؟ حاضر حاضر حاضر. بده يروح هو والسواق يشتغل المفروض. بابي النهارده كان عاوزه من السواق. طب يعني الف حق الكلام قبل ما تيجي بيحبك جدا. ربنا ما انا عارف بيحبك جدا وقال ان انا بسمع كلامها جامد قوي. بس انا شايفه انه مش انت اللي وصفك. وصف واحده قصيره شويه وبيضه وعينيها خضراء وشعرها اصفر. لا والله العظيم ثلاثه. لا 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 دي خطيبته اللي انا انت قعدت توصف فيها. جوزف مين يا حامد؟ ايوه اللي انا شفتها معاك امبارح. اليوم انت حكيتي معاه؟ ما كلمنيش النهارده خالص عشان كده جيت. عشان كده اليوم عندي صعب. ده كان مين اللي كانت عم تحكي معاه من شويه الساعه؟ كلمت واحده ثانيه؟ لا 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 فاكر نفسك مين؟ لا يا يارا تعالي يا يارا ده قاعد يكلمها نص ساعه. ايه ده؟ وعلى فكره اسمها ساره. حرام عليك روح اعمل الكلاديش. لا قاعد عامل لي حاله انه انا بشخط فيها وتعيط بالدموع. لا قال لك ايه؟ هنذبح القطه. عشان محل القطه بقى وهي. خلاص طب يا جماعه ده حصل ازمه دلوقتي لازم تشوفوا ايه الموضوع. لا بس مو معقول يعني اللي عملوه هذا بيطلع لي متجوز بقى كده. اي هزار تاني انا مش عايزه. اوكي لا لا بالك تحكي كمان ومش عايز اي حد يهزر. لا يا بابا البنت رقيقه جدا. شفت اول ما شخطت فيها عيطت وجريت ازاي؟ فعلا حمش. كل لسه قالك عين تحكي كمان. لا صحيح لا مش محرج يعني انا فكرتك جاي مكسوف وكده. يا عايده في ايه؟ قالوا ده
احلى مشهد شفته النهارده. بس انا بجد يعني لا بس انا شفت عملتي فيها خرجت ازاي. لا بس ليه المعامله دي يا حامد؟ لا انا كده لا انت صغير قوي في نظره ده العادي بتاعه. لا انا كده اشكت فيها على طول. انتوا ما شفتوش حامد ويا ترى برده زي ما انت شخصيتك قويه قوي كده معاها نفس الحكايه مع ابوها وامها؟ طبعا صح جامد قوي طبعا. يلا نشتغل يلا يلا. انما مش يقول لي شيل الحاجات دي واحده نفسها في حرنكش فيش يا جماعه اي حد بقى يجي يشيل الكلام ده. يلا نشتغل شيله شيله انت. شيل وشي وحش عليكم. عارفه لو يارا اللي بيطلق واللي بيسيب خطيبته في ايه؟ عارفه لو يارا موجوده كانت شالت كل ده دلوقتي. اه والله طبعا. حاجه بقى مش عندي. خلاص بقى ننسى الحاجات دي. ديما انا خايفه لا خطيبك يدخل دلوقتي. لا انا الحمد لله لا خطيب ولا جوز ولا لوز ولا ما هم بيقولوا حاجات وبتطلع غير كده فانا لا انا عمري ما قلت حاجه وطلعت غير كده. انت شفتي؟ لا شفتي ديما. ربنا يكرمك بابن الحلال اللي يستاهل. بس ما يكون مثلك او مثل حامد ولا يعني مثل انا بالف خير ونعمه من الله. ليه ده احنا اطيب حد ممكن تقابليه في دنيتي دي كلها وائل وحامد. هي متسلطه وعايزه حد تاخده وتتسلط عليه. انما الحمشين اخبار الكرانيش السقف معاكي؟ لا انا مأجله لهذا الموضوع شوي. والحرنكش يا جماعه يلا جاهزين في كنترول. يلا يلا جاهزين. يلا مفيش اي خلاص بقى ولا اي شيء جاهزين. احنا انت اعطينا خمسه واتكل على الله. واتكل على الله. 5 4 3 الأسئلة بقى دي معاها. ايه يا حامد ركز يا حامد. اوكي 2 2. طب لحظة في مكياج يأخبروا ايه؟ ما فيش جيها ما فيش مشكلة؟ لا لا ابدا بس انا جاي من التصوير على هنا على طول فملحقتش اجهز زي العسل. اتفضل اسفة يا استاذ. يلا 5 4 3 2 بسم الله الرحمن الرحيم 1. عايدة انت سريعة الغضب؟ يعني بتعصبي دغري؟ اه بتعصب بسرعة جدا بس بهدى بسرعة جدا. يعني قلبك طيب؟ بتروي اوعم قوي قوي بسرعة جدا. حلو. طب انت سريعة التصديق ويمكن خداعك بسهولة؟ بس يمكن وانا زمان انما دلوقتي بدأت افكر شوية قبل ما اخد القرار. بدأت اعمل كده بدأت اتنصح يعني. يعني حصل في موقف حصل قبل كده زمان لا اتخدعتي فيه وانت مش واخده بالك؟ يعني حاجات كتيره جدا قصص كتيره جدا. واحده مثلا تيجي تقول لي عايزه 2000 جنيه يا اختي عندي مرض وحش عندي رايحه اعمل مش عارف ايه وتعالى اموت انا بقى اجري واستلف واروح وادور وابيع واعمل اجهز ال 2000 جنيه في وقتهم اكتشف انها راح تتفسح مثلا طالعه راس البر الغردقه مثلا يعني فدي تموتني يعني. عارفه ازاي؟ ما انا بعرفه انه قلبك كثير طيب زي يارا بالظبط. ستوب احنا اسفين لو كان عطلنا. لا خالص. احمد ومدحت شغالين مع والد يارا. اهلا وسهلا بيكم. اكيد استاذ حامد حضرتك يا ريت تتفضل معانا. شفت مش قادره على زعلي. لا بعد اذنك. طب يا جماعه نكمل بس يا جماعه. انا متاسفين قوي يا فندم. هو تحت؟ اتفضل يا تحت المدام. يبقى خلصت البوكليت بتاع الكوافير يا استاذ حامد. حامد في شغل اقعد. انت رايح فين؟ 5 دقايق اشوفها برضه. بس احنا بنعتذر يا جماعه معلش استاذ حامد. انا معلش 5 دقايق بس اشوفها احسن ليا. لا ده كلمه صغيره بس حبايبي في ايه؟ مساء الخير. مساء النور. ستوب يا واقي. ستوب تاني عايزين حامد. مش هنقول يعني ايه ده؟ استنى حاجة. ايه ده ميت ده ولا ايه؟ لا ده حامد معانا. بس حضرتك مين؟ طارق جلال. اهلا وسهلا. اهلا بيك طارق جلال. اهلا وسهلا طارق جلال. طب ما تتعالج يا عم. ايه انا اللي اتعالج؟ من ايه يعني؟ الاستاذ بيلعب بوكس ولا بيلعب ايه؟ شفت بقى ربنا يخليهم يضحك. حضرتك عايز حامد برضو؟ طب استاذ طارق حضرتك عاوز ايه؟ ليك طلب معين؟ اوكي لا ليك طلب معين. طب كلم وائل عشان انا يعني ولي امرك. حضرتك يعني قول لي خير قول لي في ايه بس. انا والدي للاسف اتجوز كتير جدا. ربنا يديله الصحه. والدي سببت لي عقده نفسيه وكانت مسببه لوالدتي برضه عقده نفسيه. ربنا يشفيكم. ما انا بمهد للموضوع. ما ينفعش اخش طص كده على طول. لا ماشي اتفضل انا مع حضرتك. فانا خلصت المعهد وكنت بحب انسانه في المعهد حب جامد جدا جدا جدا. فنون مسرحيه. انا كنت في معهد العالي للسينما و طبعا تعرف المعهد العالي للسينما جنب المعهد المسرحيه على طول. احنا بنقعد في كافتيريا واحده تقريبا بنعرف. فانا كنت على طول بشوف عايده رايحه جايه قدامي. فانا كان دايما اصحابي بيقولوا لي روح كلمها روح كلمها. انا كنت للاسف ما بقدرش اتكلم لان الفتره دي ما كنتش لسه. كلمني على ايه؟ بحبك يا نهار. على طول بقى من الاخر.
انا بحبك جدا جدا جدا. ده من ايام ما كنت في المعهد. بس انا لما سافرت وجيت من السفر يا وائل حققت كل حاجه. لا بجد واضح انه اي حد بيدخل كده يا جماعه مش ممكن. ايه ده؟ جدا ارجوك ما تحرجنيش. لا هو بامانه حضرتك مش فاكراه يعني ما كانش فعلا معاكي ولا في معهد سينما؟ خلاص اكيد كان زميل في معهد سينما اكيد. طب كان زميل بس خلاص. طيب ايه كان في حاجه بقى. ولا اعرفه خالص للاسف ما كلمتهاش لان كنت ساعتها بتكسف. لا في المعهد كان كل اللي في المعهد بيحبوها يعني هي. وانا طبعا عارف ان حضرتك مريتي بتجربه جواز ومش عارف ايه وكده. وانا ما صدقت ان حضرتك دلوقتي مش مرتبطه فانا جاي بقلب جامد علشان اتقدم لحضرتك. يعني ارجوك انا عايزك تتجوزيني. البنات الحلوه كتير. واحد مش اجمل منك ولا احلى منك. يا عم الله يخليك. يعني شوف يكفي يكفي حركه ايدك الجميله. متشكره يا طارق. انا خلاص بقى كده. بجد انا عايزه اشتغل. انا عايزه اخلص لان انا عندي تصوير دلوقتي. ربنا يوفقك. احنا وعديني طبعا. قولي لي يا طارق اوكي انا هتجوزك وهسيبك تصوري. مجنون ولا ايه؟ لا لا انت بجد مش فاكراني؟ استاذ طارق بعد اذن سيادتك يعني حضرتك شايف ان دي ظروف تتكلم في موضوع زي دوت؟ انا بامانه شديد جدا. معلش. انا اعتقد ان دي اجمل واحلى ظروف في الدنيا. لا بعد جنبي مش ده بس انت معطلنا. طب بعد اذن حضرتك. في العموم انا مش هقطع الامل. طب واحقق حلمي. طب لو سمحت بعد اذن حضرتك عشان حضرتك معطلنا بعدين بره. لو سمحت استنيني. لو سمحت. لو سمحت. عايز ايه حضرتك؟ بعد ما نصور اللقاء وبقابل الاستاذه براحتك وقول اللي انت عايزه. لا ما يقابلنيش من فضلك يا وائل. يقابلني فين يعني؟ من فضلك اتفضل بقى. يعني لا اتفضل بقى لو سمحت. لا لا لو سمحت. اوكي 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 حاضر. ايه ده؟ لو سمحت. يلا بعد اذنك. ايه ده؟ بعد اذنك. لا معلش معلش بعد لو سمحت. مين ده؟ مش قطع شيء؟ معقول ما والله ما اعرفه خالص. مساء النور. اسفين جدا الازعاج. استاذ حامد والله العظيم ثلاثة. والله العظيم ثلاثة. ايش قالهم؟ بقول لكم احمد ومدحت ايه؟ ذوق بصراحه. ما يجيش من بعد ذوقك يا استاذ. ده انتوا حبايبي والله. الله يخرب بيت الشلم. عايزين نطمن على حضرتك. انا كيالك. تعال كيالك. بالراحه 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 بالراحه. بحبهم. بالراحه بالراحه. الاثنين بالنسبه لي. على مهلك اسند يا مدحت. طب بس استنى تعال. وشمتك يتيمه. بقول لك احمد ومدحت ايه؟ ذوق بياخدوا العقل وكتير حبابي. الله يخليك. ما يجيش بعد ذوق. اتفضل على مهلك على مهلك. نشيلك حضرتك؟ لا ليه؟ على مهلك. حاسب السلام. الحمد لله الحمد لله رب. لا بس وضعك صعب انت ماما. ليه بتسيب الموضوع يوصل لكده؟ انا مش عارف هما اللي شايبين الشلم كده ليه. معرفش. ربنا يخليهم احمد ومدحت. والله العظيم ده شوق شوق تاني. هتقول ذوق بقى. ايه اللي حصل؟ انت انا كويس. انت كويس قوي. انا كويس والله. طب انه وائل. طيب شفته شي بالطريق؟ منيح انت اجيت. هداك معك تبين بالمره. وائل مين؟ وائل مخرج حامد شبك. ايه وائل إيه؟ بس انا كويس عايزه. لا انت كويس الحمد لله. اما يجوا بقى تخرج معاهم تاني لو رجعوا تاني؟ ما تخرجش بقى انت كل مره تقول كده. وانت شو اللي عمل فيك ايه؟ رخر. شو اللي عمل فيك ايه؟ سوري مش قادره. ليش هيك صار؟ ايه علي صوتك شويه. علي صوتي بخشى طبله اذنه على فكره للصبيره. احمد ومدحت برضو ذوق. مين دي؟ مين دي؟ لا الوضع بشبتك كويس والله. انت اللي كويس يا حامد. والله انت كويس. انت اللي كويس. وعلى فكره اصحاب العماله دول لازم يصلحوا السلم. بشبت لو انت كمان السلم. وقعت وقع يا حامد. بس على فكره استاذ طالق ادالك الاخلاق عاليه جدا. ليه بقى؟ ومحترم. وكان المفروض حضرتك توافقي. مفلوت. وافق عليه يعني. ده واحد مجنون يا ابني. وافق عليه. اوعي تغلطي فيه. نصيحه من اخ الخير. اوعي تغلطي فيه. ليه؟ الاخلاق استاذ طارق. الادب استاذ طارق. لا والله الاخلاق مدحت والادب احمد. ربنا يخليهم مدحت واحمد. والله في وشي جبطوني. مش انا مش جبط. متجبط. انا بنجبط ولا لا؟ مجبطينك مظبوط يعني. متجبط. تعالى وائل. بس انت كويس. ايه انت كويس ايه؟ طب هات التانية.
كويس. قولي له عشان بالشمال. انت كويس كويس، تعالى هنا يا ولد. لا هنا كان قاعد الاستاذ على فكره اخلاق التانية كلها فيه. طب عشان خاطري تعالى هنا. مقرب كده. وائل اذا بدك نوقف البرنامج بنوقف، عايده ما عندها مشكله. لا نيجي يوم تاني ما يجراش. لا احنا لازم نشتغل ونكمل. لا ليه؟ ليه طالما انتوا تعبانين؟ مفيش حاجه خالص، انا كويس قوي. وانا كمان كويس كده. بس خلاص يا جماعه، ازاي وانتوا تعبانين كده؟ يا واقعه بيضه، ده جيرك. اخلاق الدنيا في الوسط. اتفضل يا استاذ. اتفضل يا استاذ. ستوب وفركسه وروح. وقول له فركس روح. خلاص خلاص تسلم. مش عايز حاجه. ما اسمعش صوتك. ما اسمعش صوتك. انت قابلت وائل بره؟ انت افتكرت ولا لا؟ وائل اللي افتكر. لازم طبعا افتكر. يعني افتكرتيني؟ اه طيب. دلوقتي نتكلم بقى في الحاجات علشان خاطر ما نختلفش. انا احب الحاجه حمر جمر كده على طول. طب انا كنت بتحمي فيك الاول. ايه يا موافقه؟ ده ايه ده؟ دي مين؟ مين دي؟ مش عارف بس استاذك. بس هو في حد دخل؟ ازيك يا ستار؟ الحمد لله كويس. ايوه كده. طب قومي يا نايم من مطرحك عشان اقعد. ما ينفعش. مش تعرفني برضو بالضيوف؟ حبيبتي كل دول اصحابي وحبايبي من ايام ما كانوا معانا في المعهد، وبيتصلوا بيا دايما عشان اتفرج عليهم واقيمهم. تقيمهم؟ لا مش صح، انا عمري ما اتصلت بيك بصراحه. ايه الهزار ده بقى؟ نحترم بعض يا عايده. لا لا مين هي اللي معاك؟ مين الباشمهندس؟ نعم اكلمه بالراحه ليه؟ ده انا مراته يا عنيا. أيوة. انا بقى اللي لبسها اللبس ده، انا بقى اللي جايبه له الجي اللي بتعيق بيها مع الستات. قومي يا عنيا قوم. بس هيبقى قوم مطرحك يا عنيا، لو اوريك الشغل على اصله. قوم بالراحه. اوعى. ايه في ايه؟ اهلا يا عنيا. اهلا وسهلا. مين فيكم بقى اللي هيتجوز عادي جوز؟ مين بقى؟ مين قصار وقصار؟ ايه ده بس استنى. انا ايه يا ابني؟ عايده عايده، مش احنا اصحاب من ايام المعهد؟ وانت متصله بيا في التليفون قالي تعالى عشان تتفرج عليها على التصوير وتشوفني. بصراحه لا انا ما اتصلتش بيك يا طارق، مش هزار. لعلمك بقى يا حبيبتي، لعلمك بقى يا اختي، خدي بالك انا من البسات بتاعه جي الحته الزفره جي. اسم الله يا عليا ما تعمليش كده، انت تصبر عليا. واخدة بس عادش. ايه طيب؟ الفدان يا اختي اللي بتعيق بيه ده بتاعنا. بقول لك ايه؟ يا عايده فهميها ان انت متصله بيها في التليفون. عايده ايه يا استاذ؟ انا ما انت ما تعرفنيش عشان تقول لي عايده كده. انت عايده مني؟ ايه انا جاي لك ليه يا عجلتش؟ عايشه ايه يا متان؟ ايه يا اخويا؟ عايشه ايه؟ عايشه ايه مني؟ يعني ايه عايشه ليه؟ يعني عاوز تموتني ولا ايه؟ لا لا بيقول لك عايزه ايه؟ قال مترجم اهو. عايزه ايه؟ اسالك بقى سؤال يا عنيا. انا عاوزه تتجوزي عادي جوزي ليه؟ يا ستي تتجوز ايه؟ دي متصله بيا في التليفون وقال لي يا حبيبي انت يا اسطى يا طارق انت وحشني. والله انا اتصلت بحد انا ما اعرفوش اساسا. اتصلت بيه ولا عايزه تتجوزي جوزي ليه؟ يا هانم انا مش جايه، انا جايه اشتغل، انا جايه اعمل البرنامج ده. أيوة وانا متجوزه وعندي طفل. انت متجوزه وعندك طفل؟ ايوه انا مش فاهمه في ايه يا جماعه، انا جايه اشتغل. طب ما انا عارفه يا اختي ان انت متجوزه وعندك طفل. إيه؟ انا يا حبيبتي جايه اقول لك الحلقه خلصت. شكرا كثير لمتابعتكم، وتحيه للفنانه عايده فهمي. ان شاء الله تكونوا تسليتوا معنا بحلقه اليوم. رح نودعكم مثل العاده على امل انه نلتقي فيكم بحلقات جديده ان شاء الله من برنامجكم لا تفهمونا غلط.